الشابتر الثالث يتكلم على Chemistry of Organic Molecules، تركيبة الجزيئات العضوية. احنا عندنا الكيمياء مقسمة إلى كيمياء عضوية وكيمياء غير عضوية. الكيمياء العضوية اللي هي Organic Chemistry و Inorganic Chemistry، الكيمياء الغير عضوية. الناس راح تتخصص كيمياء، في كيمياء عادية وفي كيمياء حيوية. فالأورجانيك كيمستري هي الكيمياء الحيوية، والكيمياء العادية اللي هي الإنأورجانيك كيمستري. طبعا أنا عندي الأورجانيك مولكيولز، ليش سميناها أورجانيك؟ لأنها تحتوي على ذرتين الأتومز، ذرة الكربون وذرة الهيدروجين. إيش هي كلاسز، إيش هي أنواع الأورجانيك مولكيولز، أو إحنا نسميها بالبايو مولكيولز؟ عبارة عن أربعة مجاميع أساسية رئيسية: مجموعة الكربوهيدرات، البروتينز، الليبيدز اللي هي الدهون، والنيوكليك أسيد اللي هي الأحماض النووية. حاط لكم مثال إنه تقريبا البكتيريا الصغيرة اللي ما تنشاف إلا بالمجهر فيها تقريبا 5000 نوع من الأورجانيك مولكيولز، وطبعا النباتات والحيوانات فيها طبعا أضعاف أضعاف هذا العدد. هنا حناخد ذرة الكربون. إحنا قلنا أورجانيك مولكيولز يعني تحتوي على ذرة الكربون وذرة الهيدروجين، زي ما هو موجود هنا ذرة الكربون وذرة الهيدروجين. أهم حاجة فيهم هنا ذرة الكربون. ذرة الكربون تحتوي على 6 إلكترونات، 2 في المدار الداخلي و4 في المدار الخارجي. طب خلونا نرسمها. هذه ذرة الكربون عندي، 2 في المدار الداخلي و4 في المدار الخارجي. طيب هي لازم تكملها إلى 8 إلكترونات، إيش حتسوي؟ لازم ترتبط بأربع ذرات من الهيدروجين. فهنا حتمسك بهيدروجين، وهنا حتمسك بهيدروجين، وهنا حتمسك بهيدروجين، وكمان هنا هتمسك بهيدروجين. الروابط اللي بينهم حتكون تسمى كوفالنت بوند، يعني لازم تكون عندي الكترونتين عشان تربط بالهيدروجين، وهنا كمان الكترونتين. احنا قلنا روابط الكوفالنت بوند او الروابط التساهميه تكون الكترونتين فاكثر. هذا عندكم التركيب. انا عندي هنا ذرات الكربون زي ما قلنا، 2 في المدار الاول او الداخلي و4 في المدار الخارجي. طيب هذه ذرات الكربون عشان تكمل الثمانيه لازم تمسك بالعناصر اللي حولها. احنا قلنا العناصر، في عندي عناصر اسمها كنوبس اللي هي عباره عن الكربون والهيدروجين والنيتروجين والاكسجين والفوسفور والسلفر. هذه عباره عن 95% من وزن الكائن الحي، فهي موجوده في الكائنات الحيه. فغالبا هذه العناصر هي اللي بتمسك مع ذرات الكربون عشان تكمل ثمانيه في المدار الخارجي. حاط لكم هنا مثال CH4، كربونه مع 4 هيدروجين. طبعا الروابط اللي بتكون بينهم عباره عن كوفالنت بوند، روابط تساهميه، بمعنى بتكون في هنا عندي الكترونتين بين الهيدروجين وبين الكربون، تكون في الكترونتين. هنا المقصود انه سلاسل الكربون، الكربون تسمى باك بون، يعني العمود الفقري للمركب هو عباره عن هذا. هذا نسميه سلاسل الكربون او الكربون باك بون. ممكن يكون عندي لونج تشين، سلسله مره طويله، كوايت لونج او لونج تشين، سلسله طويله. ممكن السلسله هذه تلف على بعضها وتعطيني الرينج فورم او الشكل الحلقي. هذه ذره الكربون ممكن تكون دبل بوند، يعني سي كده، ممكن تكون سي دبل بوند سي، وممكن تكون ترابل زي ما هو واضح هنا، يعني سي ثلاثه روابط سي. فأي عندي أي ذرة كربون أو تحتوي على، أو عفوا الأورجانيك مولكيولز اللي تحتوي على الكربوكسيل COH تعتبر هايلي بولر، أو إنها البولاريتي فيها مرة عالية ومركبات تذوب في الموية. فهذه المقصود فيها إنه سلاسل الكربون طويلة. هذه سلاسل الكربون ممكن تلف على بعضها تعطيني رينج فورم أو رينج كومباوند. ممكن تكون دبل بوند زي هذه، ممكن تكون تريبل بوند زي هذه، وكمان الأورجانيك مولكيولز اللي تحتوي على ذرة الـ COH هذه كمان تكون هايلي بولر، تساوي البولاريتي فيها عالية، تساوي إن هي مرة تدوب في الموية. هنا حط لكم مثال للأكل اللي إحنا ناكله يحتوي على الأربعة groups of biomolecules. لو أكلنا قطعة عيش فيها قطعة لحم أو دجاج، فيها إيش؟ أنا عندي فيها مواد كربوهيدراتية، وفيها ليبيد زيت، العجينة واللحمة معمولة بزيت، وفيها بروتينز اللي هي اللحمة ولا الدجاج، وفيها نيوكليك أسيد. طيب الكربوهيدرات في جزيئات كبيرة مكونة لها نسميها بالبوليمرز، جزيئات كبيرة من جزيئات صغيرة متشابهة. فالجزيئات الكبيرة للكربوهيدرات نسميها بالبوليسكرايد، الجزيئات الكبيرة للليبيد نسميها بالفات، الجزيئات الكبيرة للبروتينز نسميها بالبوليبيبتايد، والجزيئات الكبيرة للدي ان للنيوكليك أسيد اللي هي دي ان اي وار ان اي. الجزيئات الكبيرة يعني بوليمرز، بوليمرز يعني بولاي متعدد، حاجات صغيرة كده متعددة. طيب
الوحدات الصغيرة السب يونت لهذه الكربوهيدرات نسميها مونيمرز، مونو يعني حاجة صغيرة واحدة. الجزيئات الصغيرة للكربوهيدرات نسميها مونوسكرايد حبة. الجزيئات الصغيرة المونيمرز للليبيد نسميها الجليسرول والفاتي أسيد. أصغر وحدات للليبيد اللي هي الجليسرول والليبيد أو الفاتي أسيد. أصغر وحدات للبروتينات نسميها بالأمينو أسيد. فالمونيمرز الوحدات الصغيرة للبروتينز نسميها أمينو أسيد. النيوكليك أسيد المونيمرز حقتها الوحدات الصغيرة المكررة نسميها بالنيوكليوتيدات. فأنا عندي بوليمرز جزيئات كبيرة مكونة من وحدات أصغر نسميها بالمونيمرز. هذا كمان نفس المثال هنا، أنا عندي هنا جزيئات كبيرة هذه نسميها بالبوليمرز وحدات كبيرة حتتفكفك وتعطيني جزيئات أصغر. لاحظوا هذا الشريط صار مكسور إلى اثنين. طيب أنا هذه الوحدات الصغيرة المونيمرز ممكن تصير وحدات كبيرة، فأنا عندي الكبير لما نتفكفك نسميه بالديجريديشن عملية التحلل التفكفكة من كبير لصغير فكيتي. طيب من صغير لكبير نسميه بالسينثيسيس عملية التصنيع أو عملية الكوندنسيشن التكثيف. تكثيف يعني كثفت واحد مع اثنين مع ثلاثة أعطاني حاجة كبيرة، أو ديهايدريشن. ليه سميناها ديهايدريشن؟ أول عملية اللي هي سينثيسيس أو الكوندنسيشن أو ديهايدريشن عشان يتكون عنده جزيء كبير لازم أسحب جزيء موية H2O. هذه هي لازم أخرج H2O من المركب، H من طرف OH من طرف عشان يتكون لي الجزيء الكبير. طيب أنا عندي الجزيء الكبير عشان أفكفك إلى جزيئات صغيرة لازم أدخل فيه موية. فهنا لاحظوا H2O جزيء موية، OH حتمسك في طرف و H حتمسك في طرف. فأنا عندي عمليتان أساسية في عملية الهدم والبناء اللي قاعدة تصير في جسمي أنا. في عملية هدم لما تأكل اللقمة تتكسر إلى وحدات أصغر، هي لقمة كبيرة فطوحت بوليمرز اتكسرت إلى وحدات أصغر مونيمرز، عشان اتكسرت دخلت فيها لعاب أو دخلت فيها موية عشان تفهموها. طيب عشان جسمي يستفيد من المركبات هذه الصغيرة ويكونها في الطول، طول الشعر، الرموش، البشرة، بيستفيد منها في تصنيع أشياء مرة كثيرة. طيب عشان تتصنع لازم تخرج H من جهة و OH من جهة في مركبين الاثنين يلصقوا في بعض ويكونوا لي مركب كبير يستفيد منه الجسم. فهذه العملية نسميها بالسينثيسيس. العملية الثانية نسميها بالديهايدريشن. مين اللي دائما يدخل في العمليات هذه مسكين يصير له تصنيع وتحليل تصنيع وتحليل؟ الإنزيمات تعتبر من أكثر المركبات اللي في الجسم اللي تحتاجها الخلية، ودائما يصير لها ديهايدريشن وعملية هيدروليسيس تحلل. ديهايدريشن دي يعني نزع، هيدريشن هيدروجين، فأنا عندي نزع الهيدروجين اللي هي العملية الأولى، والهيدروليسيس تحلل الهيدروجين، خلاص تحلل الهيدروجين في العملية الثانية أو عملية التكسر. هذه الإنزيمات تعتبر جزيئات، تعتبر هي نوع من أنواع البروتينات. هذه بتسرع، خلاص بتسرع سبيد الرياكشن حق التفاعل اللي تبغى تعمل الخلية الآن. هذه الإنزيمات بتدخل للتفاعل وبتخرج زي ما هي unchanged، بتسرع من التفاعل لكن ما بتتغير منه. هنا في تعريف للبوليمرز عبارة عن اللارج مولكيولز أو البيو مولكيولز الجزيئات الكبيرة. المونيمرز هي عبارة عن السب يونت الوحدات الصغيرة. فإحنا أخذنا البوليسكرايد البروتينز هذه كلها تعتبر بوليمرز. الوحدات الصغيرة للبروتين إحنا قلنا عبارة عن الأمينو أسيد. البوليسكرايد المونيمرز حقتها عبارة عن المونو سكرايد. أول حاجة حنتكلم عنها اللي هي الكربوهيدرات، تعتبر أكبر جزئية في البايو مولكيولز. كربوهيدرات المقصود فيها حبة سكر أو سلسلة طويلة من السكريات، تعتبر مصدر طاقة سريع. بمعنى الواحد لما يكون تعبان دا يخدو كوب سكر، يدو قطعة معجنات، قطعة شوكولاتة، فهي تعتبر إنرجي سورس، مصدر للطاقة، وتلعب دور كبير في كثير من الكائنات الحية. تحتوي على ذرة الكربون والهيدروجين والأكسجين بنسبة 1:2:1. أول حاجة حنبدأ فيها في الكربوهيدرات اللي هي المونوسكرايد. مونو اللي هي مونيمرز تبعت الكربوهيدرات، مونيمرز يعني أصغر وحدة. تعتبر سينجل شوغر هو ريدي إنرجي، طاقة سريعة. الشوكولاتة اللي ناكلها طاقة سريعة، السكر اللي ناكله طاقة سريعة، فهي ريدي إنرجي. يعتبر سينجل شوغر مولكيولز، مونو يعني حبة،
خلاص فيها الكربون باك بون. كربون باك بون يعني سلسلة الكربون هي الأساس فيها، من 3 إلى 5 حبات كربون. الصيغة الكيميائية حقتها عبارة عن CH2O. طيب الكلام اللي قلناه أول إنه أي مركب يحتوي على مجموعة الهيدروكسيل يعتبر بولر، وبالتالي يعتبر سوليبل إن واتر، يذوب في الموية. مثال للمونوساكرايد مركب الجلوكوز، السكر اللي احنا ناكله هذا في كل مكان، يحتوي على 6 كربون، 6 ذرات كربون يعني هيكسوز، 6 يعني هيكسوز. خلاص الصيغة حقته أو الفورمولا حقته C6H12O6. هذا الجلوكوز مهم جدا لجسمنا، ليه؟ يعتبر مصدر طاقة أساسي أو السيليولر فيول لكل الخلايا الحية، البنزين حق الخلية. السيارة ما تمشي إلا بنزين، الخلية ما تمشي إلا بجلوكوز. طيب بما أنه السيليولر فيول فهو يتنقل داخل الدم في الحيوانات مش في النباتات، في الحيوانات يتكسر خلاص الجلوكوز إلى وحدات أصغر فأصغر، حتاخدوها قدام إلين ما يعطيني مركب الطاقة اللي هو الـ ATP molecules. الرايبوز والديوكسي رايبوز يعتبروا بنتوز، سكريات خماسية، هذا خماسي وهذا خماسي، لكن الرايبوز موجود في الـ RNA والديوكسي رايبوز موجود في الـ DNA. ندخل في الداي سكرايد. داي يعني اثنين، داي يعني اثنين، فأنا عندي المونو حبة، داي اثنين، وشوية هندخل على البولاي اللي هو المتعدد. الدايسكرايد عبارة عن حبتين مونو مربوطين ببعض بعملية الديهايدريشن، سحبنا الموية عشان نكون جزيء أكبر. طيب من أمثلتها المالتوز. المالتوز بين قوسين هو عبارة عن جلوكوز زائد جلوكوز، احنا قلنا حبتين مونو، المالتوز عبارة عن حبتين من الجلوكوز زائد الجلوكوز، هذا واحد. اثنين، مثال تاني للداي السكروز، خلاص مكون من ايه؟ عبارة عن جلوكوز زائد فركتوز. ثلاثة، مثال للدايسكرايد اللاكتوز، عبارة عن جلوكوز بلس جالكتوز. وطبعا في ناس كثير ما يهضموا الحليب، عندهم مشاكل في هضم الحليب، فهذول عندهم مشاكل صحية اللي هي الميديكال بروبلمز. خلصنا من المونو، خلصنا من الداي، الآن ندخل على البولاي. بولاي تعتبر هي البوليمرز حقة الكربوهيدرات. المونوميرز هي عبارة عن المونوسكرايد، البوليميرز هي البولاي سكرايد. يعتبر جزيئات تخزين للطاقة، هذه كالريدي انرجي، هذه لا تعتبر جزيئات لتخزين الطاقة، فهي مجموعة كبيرة من المونوميرز، عدد كبير من سكريات أحادية. لما كان الحي يحتاج طاقة البولاي سكرايد تبدأ تتكسر في الجسم وتبدأ تنتج الطاقة. أنا دائما أشبه البولايسكرايد بكيس أو بشنطة فيها مجموعة كبيرة من الحلويات، مصدر كبير كبير جدا للطاقة. طيب النباتات بتخزن الجلوكوز هذا في صورة نشا، ممكن يكون هذا متفرع وغير متفرع، أما الحيوانات والإنسان بيخزن هذا الجلوكوز في صورة جليكوجين، هو يعتبر هايلي برانشت شديد التفرع. هنا حط لكم مثال، الشخص لما يأكل يبدأ يخرج هرمون الأنسولين من البنكرياس، هذا يبدأ يروح يجمع جلوكوز الضايع في الجسم والزايد في الجسم، يبدأ يخزنه خلاص، يخزنه في صورة جليكوجين. في البولايسكرايد تعتبر جزيئات تخزين، حجمها كبير فبالتالي لا تذوب في الموية وما تقدر تدخل عبر الغشاء البلازمي، فهي لها أماكن تخزين في الجسم. سبحان الله، طبعا هنا حاطين الكبد الليفر. كتركيب البولايسكرايد هذه كيف موجودة؟ موجودة في النباتات في صورة سيريلوز، موجودة في الفطريات والأنيمالز ومن ضمن الحشرات في صورة كايتين، موجودة في صورة بولاي بيبتيدوغلايكن، في موجودة في مين؟ في البكتيريا. فبطريقة ستركشرال تركيبية تدخل في تركيب 3 كائنات حية، من هم؟ النباتات في صورة سيريلوز، الفنجاي الفطريات والحيوانات في صورة كايتين، البكتيريا في صورة بيبتيدو جلايكن. هذا السيلولوز عبارة عن ايش؟ احنا قلنا بولاي سكرايد، فهو مكون من مين؟ من جلوكوز المونوميرز زائد امينو جروب، مجموعة امين، هذا السيلولوز الموجود في النباتات. طيب
البيبتيدوغلايكن اللي موجود في البكتيريا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مونومرز، وحدات أصغر سكريات اللي هو الجلوكوز زائد أمينو أسيد تشين، سلاسل من الأحماض الأمينية. السيلولوز معروف إنه موجود في النباتات، وأكثر شيء موجود عندنا وجه الكرة الأرضية اللي هو عبارة عن نباتات، ومن أمثلتها الخشب، ومن أمثلتها كمان اللي هو القطن، أمثلة السيلولوز. الكايتين مشابه للسيلولوز، لكنه طبعا مستحيل انه هو يتم هضمه عن طريق الحيوانات. في عندي بعض انواع البذور سبحان الله مغطاه بنوع من انواع الكايتين، فهي ضد الانتي بكتيريا والانتي فايرال. عشان كده الحبوب البذور حقت النباتات تعيش فتره مره طويله عندنا، سنين وسنين وسنين. فالسبب انه الكايتين انتي بكتيريال وانتي فايرال، ونتيجه لانه الكايتين انتي بكتيريال وانتي فايرال خلاص ممكن يستخدم في الميديسين as a wound dressing material اللي هي الأشياء اللي بيعالجوا فيها الجروح، ويستخدم في الكوزمتكس اللي هي أدوات التجميل. ثاني جزئية هنبدأ فيها اللي هي الليبيد، الدهون. الليبيد تعتبر لا تذوب في الموية بسبب الهيدروكربون تشين، مش الهيدرو تشين، لا الهيدروكربون، يعني كربونة مع هيدروجينة، هدول الاثنين عنيدين جدا ما ينطاقوا، فبالتالي ما حيذوبوا في الموية. لكن لو كانت بس مجرد هيدروجين لا ممكن يدوب في المويه. فالليبيد عندي هيدروكربون تشين HC. الفات تستخدم في انسوليشن، عمليه الحمايه، يعني زي الشخص التخيل لما اجي اضربه ما يحس بالضربه، لكن الشخص النحيف يحس بالعظم او يحس الضربه في العظم، فيعتبر عازل. كمان يستخدم في اللونج تيرم انرجي ستورج، تخزين طاقه بعيده المدى. الشخص لما يكون تخين وينحف أكله قليل، طيب من فين يبدأ يحرق ومن فين يبدأ يأخذ الطاقة؟ من الدهون المخزنة في الجسم. طيب الفات موجود في الحيوانات في صورة فات، الليبيد موجودة في الحيوانات في صورة فات، الليبيد موجودة في الحيوانات في صورة فات، شكله دائما تسمعوا الدهن الحيواني. أما في النباتات موجود في صورة زيت، دائما نسمع الزيت النباتي والدهن الحيواني. فالليبيد في الحيوانات فات، في النباتات أويل. من أمثلة الليبيد الفوسفوليبيد والستيرويد، هذه كلهم الاثنين هنتكلم عنهم بالتفصيل، حيدخلوا داخل تركيبة البلازما ميمبرين أو الغشاء البلازمي في الخلايا. طيب إيش المونيمرز، الوحدات الصغيرة اللي مكونة للليبيد؟ مكونة من الترايجلسرايد اللي هو عبارة عن إيش؟ هذا هو، هذا الترايجلسرايد عبارة عن جلسرول، خلاص هذا هو عبارة عن جلسرول مع ثلاثة أصابيع من الفاتي أسيد، مو صباع واحد لا، ثلاثة أصابيع من الفاتي أسيد. في الطرف الـ H في الجلسرول بتمسك في الـ OH في الفاتي أسيد، ففي الأخير تخرج عندي كم جزيء موية؟ ثلاثة جزيئات موية. هذا الجلسرول H مع OH تنسحب، يتكون الترايجلسرايد هذا كله، ويخرج لي ثلاثة جزيئات موية. فأنا عندي الليبيد مكونة من المونيمرز حقتها الصغيرة، نسميها بالترايجلسرايد، هي دهن أو زيت يحتوي على two types of subunit، منهم الفاتي أسيد والجلسرول. الفاتي أسيد سلسلة طويلة تكون من 16 إلى 18 ذرة كربون، خلاص هيدروكربون يعني كربونة هيدروجينة كربونة هيدروجينة، وتتصل كمان فيها COH في طبعا في الجلسرول في منطقة في الطرف. الفاتي أسيد ممكن تكون ساتوريتد وممكن تكون أنساتوريتد، مش بقى يعني كل الروابط كده، مش بقى يعني كل الروابط مقفلة سي 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 فوق وتحت H، هذه نسميها بي ساتوريتد، مش بقى مقفلة. ممكن تكون أنساتوريتد غير مش بقى، في كربونة وفي رابطتين بينهم دبل بوند سي، شايفين هذا اللي بالأصفر، هذا اللي هنا بالأصفر C double bond C، وهنا C double bond C، فهذه unsaturated اللي دائما مشبع مقفلة روابط حقتها نسميها بالمشبعة unsaturated. الغير مشبعة يكون فيها double bond، فأنا عندي saturated المشبع دائما يكون بارد، يكون في صورة زبدة خلاص في درجة الحرارة الغرفة في الثلاجة، لكن الانساتوريتد دائما بتكون موجودة في صورة زيت حتى لو حطيتها في الثلاجة، الزيت حتى لو حطيتيه في الثلاجة سائل. فهذا الفرق بين الاثنين، انا عندي ساتوريتد وعندي انساتوريتد. ف
فانساتوريتد هنا مقصود فيها انه تحتوي على رابط دبل بوند. انا عندي الجلسترول مكون من 3 أقطاب من الـ OH جروب، وبالتالي يعتبر soluble in water، يذوب في الماء الجلسترول. هنا لما تيجي يتكون عندي الترايجلسرايد هذا، احنا قلنا الـ H تمسك مع الـ OH وفي الأخير يرتبط المركب مع بعض، يعطيني هنا الترايجلسرايد وثلاثة جزيئات مويه، هنا 3H2O ثلاثة جزيئات مويه. هنا المقصود فيها انه لما يصير عمليه تفكفك، دحين هذا المركب تركب، لما نيجي تفكفك المركب خلاص تحلل، الدهون هذه تبدا تفقد خاصيتها، خلاص الفات ار ديجريد يبدا يتحلل. طيب هنا المعلومه ايش تقول؟ انه الانساتوريتد يحتاج درجه حراره اقل من الساتوريتد. طيب لو شفناه هنا انساتوريتد يحتاج درجه حراره اقل من الساتوريتد، كيف يعني؟ الساتوريتد الدهن عشان نسيحه لسه، حنسيحه بعدين يبدأ الزيت، بعد ما يتحول إلى زيت يبدأ يحمى. أما بالنسبة للأنساتوريتد خلاص بمجرد ما تولع عليه النار مثلا على طول يحمى. فكده عشان تستوعبوها، الدهن لسه حياخد وقت عبال ما يسيح، أما الزيت خلاص على طول تبدأ تحمى. فهذا المقصود فيها إنه الأنساتوريتد تذوب أسرع في درجة حرارة أقل من الساتوريتد. طيب إحنا قلنا الفاتس موجودة في الحيوانات، الأويلز موجودة في النباتات. كمان في بعض الناس اللي تتغذى على الانيمالز فات، الفاتس بتسبب لها مشاكل صحيه، ممكن تسبب تجلطات في الشرايين، ممكن تسبب اللي هي سيركيوليتوري ديسوردرز اللي هي انباط في الجهاز الدوري. نفس الكلام قلنا الزبده في درجه حراره الغرفه ساتوريتد تكون مجمده، اما الزيت حتى لو حطيناه في الثلاجه فهو حيكون في صوره ليكويد. عشان كده سبحان الله البطاريق عندهم نوع من أنواع الفات لكنه يعتبر من أنواع الأنساتوريتد، لأنه البطريق بيمشي على ثلج، فالمفروض أنه حتى لو مشي على الثلج الزيت اللي فيه أو نوعية الدهون أو الزيت اللي فيه مفروض أن هي ما تتغير حتى لو مشي على درجة حرارة مرة منخفضة أو مشي على كمية ثلج مرة كبيرة. فالنوع اللي عنده سبحان الله اللي هو أنساتوريتد. أول مثال في الليبيد حناخده اللي هو الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد جدار الخلايا حقتنا والأورغانيلز حقتنا تحتوي على غشاء، طبعا الغشاء هذا يعتبر باي لاير ثنائي الطبقة، باي لاير يعني ثنائي الطبقة. طيب هذه الطبقة كل طبقة فيها حاجة شكلها زي الراس والرجل، الراس نسميها بالهيدروفيليك محبة للماء، الرجول نسميها بالهيدروفوبيك كارهة للماء، هذا شكلها، هذا جزء محب للمويه، فبالتالي هنا ممكن يدخل وممكن يندمج وممكن يمرر اشياء مره كثيره. اما الهيدروفوبيك الكاره للماء الرجول هذه اللي هي الفوسفوليبيد هذه سبحان الله بتكون دائما مقابله للرجله الثانيه في الطبقه الثانيه. طيب المفروض انه الليبيد ترايجلسرايد في رجل ثالثه هنا ناقصه، هذه صارت مجموعه الار جروب اللي هنا موجوده، هذه هي الار جروب خلاص اللي تتميز انه كل ما اختلف فيها حاجه بسيطه رقم حرف يبدا يختلف المركب كله. فالفوسفوليبيد فين موجوده؟ موجوده في غشاء الخليه، عباره عن ثنائي الطبقه، كل طبقه مكونه من مجموعه من الهيدروفوبيك والهيدروفيليك، الفيليك بتكون الراس، الفوبيك الكريهه من مع بعضها البعض اللي تكون دائما الرجول مقابله لبعضها البعض. طبعا هذه بتكون بولر، الفيليك بتكون بولر قطبية، والفوبيك نان بولر. ثاني مثال للليبيد اللي هو عبارة عن الستيرويدز، عبارة عن 4 حلقات مدموجة مع بعض البعض، هذه هي، هذه بتدخل طبعا في كمان عندي مجموعة الار جروب، هذه كلها تعتبر الار جروب، وتختلف طبعا كل ما تغير فيها رقم كل ما تغير فيها حرف تبدأ تختلف تماماً عن بقية المركبات. من أمثلة الستيرويدز الكوليسترول كمان اللي بيدخل كمان في تركيبة بعض الهرمونات الجنسية اللي هي التستوستيرون والاستروجينات. كمان الكوليسترول ممكن يسبب مشاكل صحية في الجهاز الدوري، بأنه الشخص لما يأكل مثلاً أكل مليان كوليسترول يبدأ يقفل 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 على الشريان إلين ما يبدأ يسد لي إياه ويسبب لي طبعاً لا سمح الله جلطات. احنا اخذنا كده الكربوهيدرات واخذنا الليبيد، والان حندخل على رقم 3 اللي هي البروتينز. البروتينات
تعتبر large biomolecules جزيئات عضوية مرة كبيرة, and macromolecules that are comprised of one or more amino acid residues, بمعنى أن تتكون من مجموعة حبة أو مجموعة من الأحماض الأمينية. المونيمرز حقة البروتينات نسميها بالأمينو أسيد, المونيمرز الحبات المكونة لها. في تقريبا عندي 50% من وزن الوزن الجاف للخلية مكون 50% من بروتينات. عندي تقريبا 100,000 نوع من البروتينات إلى الآن عرفوها. فإيش بتدخل عندي البروتينات؟ تدخل في كثير أشياء. أولها الميتابوليزمز, بمعنى بتدخل في العمليات الأيضية, تبدأ تنظم بعض العمليات الأيضية زي مثلا الإنزيمات اللي بتسرع من الكيميكال رياكشنز داخل الخلايا. سبورت, بتدعم, ممكن تكون داخليا وممكن خارجيا. خارجيا زي مثلا الكيراتين الموجود في الشعر, موجود في الأظافر, ممكن يكون داخليا زي الكولاجين اللي موجود في الأطراف, موجود في الغضاريف. ممكن تدخل في الترانسبورت, كريات الدم الحمراء حقتي خلاص بتحمل هيموغلوبين. الهيموغلوبين هذا نوع من انواع البروتينات اللي بيحمل الاكسجين داخل الدم. وممكن يدخل كمان البروتينات تدخل في عمليه الديفنس, الدفاع. في عندي في الجسم نوع من انواع خلايا دفاعيه نسميها بالانتي باديز, الاجسام المضاده. هذه اللي بتحارب الاجسام الغريبه اول ما تدخل جسمك. هي عباره عن ايش؟ عباره عن بروتينات. ريجوليشن, تنظيم. في عندي مثلا زي الهرمون, الهرمونات زي الانسولين. الانسولين اول ما يكون في نسبه جلوكوز عاليه في الدم يبدا ياخذ الجلوكوز ويبدا يخزنه في صوره جلايكوجين في الليفر. ممكن البروتينات تدخل في عمليه الموشن. عضلاتنا مكونه من نوعين من الخلايا العضليه اللي هي الاكتين والميوسين, والاثنين يدخلوا في عمليه انقباض وانبساط الخلايا العضليه. فالبروتينات جزء مره مهم حتى في غذائنا اليومي. هذه الاحماض الامينيه مكونه من ايه؟ مكونه من اربع اطراف. هذا كله عبارة عن حمض أميني. مكون من إيه؟ R مجموعة مختلفة, COH acid group, H لحالها, و amine group اللي هي مجموعة أمين H2N أو NH2. هذه كلها مكونت لي الأمينو أسيد. في تقريبا عندي إلى الآن 20 أمينو أسيد نتيجة الاختلاف هذا الـ R group. صار عندي تقريبا أكثر من 100,000 نوع حمض أميني. هنا حط لكم مثال انه ترى الار جروب ممكن تكون حاجه مره بسيطه, ممكن تكون سنجل هيدروجين, هيدروجين حبه, ممكن تكون مره مركب حلقي معقد, ممكن يكون مركب قطبي, ممكن يكون مركب غير قطبي. هنا حط لكم مثال للسيستين. هذا مثال السيستين, ينتهي ب SH. الاس اللي هو السلفر, السلفر الاس مستحيل ترتبط الا باس زيها. فتحت عشان ترتبط لازم يكون عندي مركب دايسولفايد, بمعنى الاس لازم ترتبط بمركب ثاني اللي هو اس ثاني. فهذا سلايد يوضح بس انه كيف المركبات في مجموعة الار تكون جدا مختلفة. الروابط اللي تتكون داخل البروتينات نسميها بالروابط البكتيدية. كيف يعني؟ انا عندي هذه عبارة عن احماض امينية, هذا حمض اميني وهذا حمض اميني, كل واحد مختلف عن الثاني, عاملين زي السبحة. الرابطة والخيط اللي بينهم عبارة عن الروابط البكتيدية. هذا الشكل نسميه بالبرايمري ستركشر, الشكل الأولي. عبارة عن ايه؟ سبحة وبينها الخيط. الخيط عبارة عن الروابط البكتيدية, هذا البرايمري ستركشر. طيب أحيانا بين كل أربع أحماض أمينية تبدأ تطلع رابطة تانية اللي هي الرابطة الهيدروجينية. بين أربع أحماض أمينية تبدأ تشد, أربع أحماض أمينية تبدأ تشد, تعطيني شكلين, يا شكل حلزوني ألفا هيليكس أو بيتا بليتد شيت, شكلها زي الورقة مطبقة, أو ممكن تكون ملفوفة حلزونية. السبب إنه كل أربع أحماض أمينية تطلع الروابط الهيدروجينية حقتهم ويبدأ يشدوا مع بعض زي كده, يبدأ يطلع يشدوا كل أربعة, إما إنها تلف هيليكس حلزون أو بليتد مطبق شيت. فأنا عندي البرايمري ستركشر في رابطة واحدة اللي هي البيبتايد بوند. الشكل الثاني صار في رابطة ثانية اللي هو الهيدروجين بوند, هذا احنا نسميه بالسكندري ستركشر. ممكن يكون شكله زي الحلزون, ممكن يكون شكله مطبق ورقة, هذا السكندري ستركشر. التيرشري ستركشر التركيب الثلاثي, زادت رابطة ثالثة اللي هي الدايسولفايد. احنا قلنا الدايسولفايد ما ترتبط الا بسولفايد معاها.
فتخيلوا معايا حاجة ما ترتبط إلا بزيها، وهي تكره الموية، فكل ما لها تكلكع 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 حوالين نفسها لما تعطينا حاجة نسميها بالجلوبيولر بروتين، بروتين كروي. السبب طلعت عندي رابطة الدايسولفايد، ولازم تمسك مع سولفايد معاها عشان تكون لي التيرشر ستركشر. أنا عندي البرايمري صبحة وبينها واحد بيبتايد بوند، السكندري ظهرت رابطة ثانية للهيدروجين بوند بين كل أربعة أمينو أسيد بدأت تشد. التيرشري يعني ثلاثي، خلاص ظهرت عندي رابطة ثلاثية اللي هي دايسولفايد بوند، خلت المركب يتكلكع حوالين بعض البعض، أعطتني حاجة كروية نسميها بالجلوبيولر بروتين. طيب أنا عندي آخر نوع اللي هو الكواترنري الرباعي، عبارة عن أربعة كلاكيع من التيرشري، هذه زي دي وهذه زي دي وهذه زي دي والأخيرة كمان زيها. فأنا عندي أربعة كلاكيع من التيرشري أعطتني حاجة نسميه بي التركيب الكواترنري أو الرباعي. فهذا بكل بساطة مستويات تركيب البروتينات، البرايمري واحدة بيبتايد بوند، السكندري صار عندي بيبتايد وهيدروجين بوند، التيرشري صار عندي بيبتايد وهيدروجين ودايسولفايد، الكواترنري عبارة عن أربع كلاكيع من التيرشري ستركشر. هنا في جزئية حلوة تقول إيه؟ إنه ترى البروتينات ممكن تفقد خاصيتها الطبيعية، زي الشخص اللي يعمل فرد بروتين لشعره، الشعر كان مرة كيرلي ودائما ضد الجاذبية الفوق، فجأة لما عمل فرد بروتين صار تحت. السبب طبيعة البروتين في الشعر اتغيرت. طيب هذه العملية نسميها ديناتوريشنز أو ديناتوريت، بمعنى إنه هو صار له مسخ، أو زي البيض اللي إحنا نسلقه يكون سائل لما نحطه في مية حارة فجأة تقلب ويصير حاجة كده كتلة بيضة، مستحيل إنه هو يرجع الوضع الطبيعي. فهذه نسميها ديناتوريشنز، عملية التحلل، أو نسميها بالمسخ، دائما بتصير لي البروتينات. آخر حاجة عندي اللي هي النيوكليك أسيد، الأحماض النووية. الأحماض النووية عندي جروبين أو عائلتين مرة كبيرة. أول نوع نسميه بالديوكسي رايبونيوكليك أسيد DNA، يعتبر هو المادة الوراثية اللي تنتقل في الخلايا من جينيريشن إلى جينيريشن. وعندي RNA اللي هو رايبونيوكليك أسيد، خلاص اللي هو فيه ثلاث أنواع، الماسنجر RNA وريبوسوم RNA والترانسفير RNA. أهم واحد فيهم اللي بينقل المعلومات من DNA عشان يصنع لي البروتين اللي هو الماسنجر RNA، اسمه المرسال، فهو بينقل معلومات من DNA من داخل الخلية ويروح برا عشان يصلع لي البروتين. في كمان عندي نوع من أنواع النيوكليوتيدات، طبعا المونيمرز حقة النيوكليك أسيد زي ما قلنا اللي هي النيوكليوتيد. في بعض النيوكليوتيدات موجودة في جسمنا سبحان الله، ربنا خلقها لها independent metabolic functions، لها وظائف كده منفصلة الحالة. في عندي من بعضها حاجة نسميها coenzymes، هذه صحبة الإنزيمات، هذه بتسهل عمل الإنزيمات، مثال عليها الATP، فالATP تعتبر coenzyme اللي هو adenosine triphosphate. طيب من إيش تتكون هذه النيوكليوتيدات الصغيرة؟ المونيمرز حقت النيوكليك أسيد اللي هي النيوكليوتيدات. النيوكليوتيدات هذه مكونة من إيه؟ مكونة من واحد مجموعة فوسفات جروب، اثنين مكونة من سكر خماسي، ممكن يكون هذا السكر الخماسي ديوكسي رايبوز، يعني الهيدروجين اللي هنا ما فيها أكسجينة، أو يكون رايبوز بمعنى الهيدروجين اللي هنا فيها الأكسجينة. فممكن يكون السكر بنتوز يعني خماسي، خلاص ممكن يكون فيه الهيدروجين الرايبوز أو ما فيه الهيدروجين اللي هي ديوكسي رايبوز، ديوكسي يعني منقوص الأكسجين. فأنا عندي اللي هي النيوكليوتيدات، واحد مجموعة فوسفات، اثنين سكر بين قوسين رايبوز وديوكسي رايبوز، ثلاثة نيتروجين بيس، قاعدة نيتروجينية. هذه القواعد النيتروجينية ممكن تكون من نوع البيرميدينز، هذه هي بيرميدينز، ويندرج تحتها السيتوسين والثايمين، هذول الاثنين موجودين في الدي ان ايه، أو اليوراسيل في الار ان ايه. أو النوع الثاني للقواعد النيتروجين نسميها بالبيورينز، عبارة عن حلقتين جنب بعضها، ممكن تكون أدينين وممكن تكون جوانين.
فأنا النيتروجين النيكروتيدات عبارة عن إيش؟ مجموعة فوسفات وسكر وقاعدة نيتروجينية. مجموعة فوسفات ما فيها كلام، سكر ممكن يكون الخماسي الديوكسي ريبوز أو يكون ريبوز. القاعدة النيتروجينية عندي نوعين، يا بيرميدينز حلقة واحدة مثال عليها السي والتي واليو، أو تكون حلقتين مثال عليها الأي والجي. هنا نفس الكلام أنا شرحته، الدي إن إيه البيرميدينز اللي فيها عبارة عن السيتوسين والثايمين، في الأر إن إيه التي تطير ويصير بدالها اليو. طيب البيورينز في الاثنين الدي إن والأر إن إيه، الأي مع الجي. طيب الباك بوند العمود أو الظهر حق الدي إن إيه أو الأر إن إيه مكون من إيه؟ مجموعة فوسفات سكر، مجموعة فوسفات سكر، مجموعة فوسفات سكر. هذه التسمية نسميها ب sugar phosphate، sugar phosphate molecules. نفس اللي أنا قلته، سكر مجموعة فوسفات سكر مجموعة فوسفات. ال RNA دائما يكون single strand شريط واحد، أما ال DNA دائما يكون double strand شريطين مع بعضهم، الاثنين عاملين double helix ملفوفين حوالين بعضهم البعض. احنا عندنا في حاجه نسميها بالكومبلمنتري بيس بير، دائما القواعد النيتروجينيه اصحاب مع بعضهم البعض. الاي دائما تتربط مع الجي، والتي دائما تتربط مع السي. هذه القاعده نسميها كومبلمنتري بيس بيرينج. هذول الاثنين كيف يرتبطوا مع بعضهم البعض؟ بروابط هيدروجين بوند، روابط هيدروجينيه. فانا عندي اصحاب دائما العلاقه اللي بينهم اللي هي هيدروجين بوند، روابط هيدروجينيه. هذه طبعا تعتبر قاعدة ثابتة مستحيل تتغير. طيب هنا كاختلافات بسيطة في الدي ان اي، السكر الموجود فيه منقوص الاكسجين نسميه بالديوكسي ريبوز وهو خماسي. في الار ان اي اللي هو ريبوز. طيب القواعد النيتروجينية الموجودة في الدي ان اي اللي هي الادينين والجوانين الثايمين والسيتوسين، احنا قلنا راح يستبدل باليوراسيل اللي هو التي، يستبدل باليوراسيل. طيب الشريط في الدي ان اي يعتبر دبل ستراند، في ال RNA يعتبر سينجل ستراند. طيب ال DNA يعتبر هيليكس حلزوني ملفوف، اما ال RNA لا، بما انه شريط واحد مستحيل يكون حلزوني ملفوف حولين بعضه. مثال للنيوكليك اسيد نيوكليتيدات، قلنا في حاجات نسميها بالكو انزيمز اللي شرحناها في البدايه اللي هي مثال عليها ال ATP ادينوسين تراي فوسفيت. هذا هو الادينوسين تراي فوسفيت، هو عباره عن ايه؟ عباره عن مركب ادينوسين مع تراي يعني ثلاثة حبات من مجموعة الفوسفات. طيب هذه لما تجي تدخل إلى داخل الخلية إيش يصير فيها؟ يتحول إلى داخل الخلية عندي طبعا إلى أدينوسين داي فوسفات. داي يعني كم حبة؟ يعني حبتين. فأنا تكسر عندي الأدينوسين لحاله مع الداي فوسفات حبتين فوسفات، والبي هذه لما تطيب لي معاها طاقة. الخلية تستفيد من إيش؟ تستفيد من الطاقة هذه اللي ناتجة، تبدأ تكسر لي أجسام غريبة، تبدأ تبني لي أشياء، تبدأ يكون في انقباضات. إيش ما كانت وظيفة الخلية، فالخلية دائما تستفيد من الطاقة اللي بتكون ناتجة من تكسير مركب الثلاثي عشان يعطيني ثنائي، وتطير معاهم فوسفورة. الفوسفورة دي ترجع مرة تانية للعملية، تدخل في تفاعلات تانية عشان تشتغل لي كمان وتنتج لي طاقة تانية. فالكلام اللي هنا إنه الأدينوسين تراي فوسفات أبو ثلاثة حبات فوسفات، تتكسر داخل الخلية تصير أبو حبتين، والبي الثالثة تطلع لي معها طاقة تستفيد منها الخلية في المسلس كونتراكشنز، في النيرف إمبولسز، إيش ما كانت ظروف الخلية اللي هي تبغى تعملها وتنجزها.